من هذه العيون عين لا يغلبها النعاس، عين مداها يتجاوز الكويت ليرى العالم بأسره، عين حانية عطوفة تتصل بقلب كبير يتعاطف ويواسي ويعين. إنها عين الكويت وقلبها الذي تسمع نبضاته في كل أرجاء العالم. إنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي. منذ 50 عاماً وبالتحديد في عام 1965 تنادى 18 من أصحاب القلوب الكبيرة وأصحاب الأيادي البيضاء لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية. إنشاء الجمعية كان امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي عرف بها الآباء والأجداد، تزكيها مصفوفة القيم والمبادئ الإنسانية التي جبل عليها المجتمع الكويتي، حبه للعون، إقالته للعثرات، مساعدته للضعفاء، مواساته للمنكوبين، إغاثته للمحتاجين، وحرصه على مد يد العون للإنسانية جمعاء. وجاء تكريم دولة الكويت بتسميتها مركزاً إنسانياً عالمياً ليؤكد هذا الواقع من قبل منظمة الأمم المتحدة التي منحت أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني. لا سيج يطوق الزمن الذي مضى، فنحن نسترجعه من خلال إطلالتنا على سجل الشرف الذي سطرت فيه الجمعية أعظم الإنجازات. 68 دولة وصلها اسم الكويت مقروناً بهمة متطوعي الجمعية ومسؤوليها، طافحاً بمحبة الكويتيين ولهفتهم لمسح دمعة الحزين ومواساة الثكالى والمنكوبين ومساعدة العاجز على الوقوف وإنقاذ الجرحى والمصابين من معاناتهم. كل النكبات في العالم اللي حصلت حصلت على مساعدة أهل الكويت والحكومة معا، فهناك تبرعات حكومية وهناك تبرعات أهلية أيضا. عدد الدول المستفيدة من المساعدات بلغ 85 دولة عدا المنظمات الدولية اللي كانت أيضا تقدم أو تطلب مساعدات من الجمعيات مباشرة. وتتنوع مساهمات جمعية الهلال الأحمر الكويتي بحسب الحالة التي تسارع لنجدتها. كما ساهمت الجمعية في تقديم المساعدات والمواد الغذائية والأدوية وإرسال فرق الإغاثة الكويتية للبلدان التي تضررت من كارثة تسونامي، وأوصل رؤساء الحملات هذه المساعدات رغم الصعوبات الشديدة التي رافقت مهمتهم وتعرضهم للمخاطر غير المتوقعة في أكثر من موقع. ويطول الشرح حول حجم المساعدات والهبات والإغاثات التي وفرتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية في البوسنة والهرسك إلى صربيا، من الصومال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من اليمن إلى لبنان. أنا الحقيقة أتذكر حادثة واحدة، رحت زرت المرضى اللي على غسيل الكلى ومريت عليهم واحد واحد،
وإلا لقيت ذيك البنت الصغيرة عمرها 12 سنة وجهها حزين جدا. فقلت لها يا حبيبتي ليش ما تتبسمين؟ قالت عمو أنا على هالماكينة 3 ساعات في اليوم 4 مرات في الأسبوع. فأبوها كان واقف يمها وقال أنا مستعد أتبرع في الكلية، وأمها مستعدة تبرع في الكلية بس ما في مصاري. قلت لهم إحنا ندفع المصاري. وطالعت البنت ولا عطتني ذيك الابتسامة اللي دمعت عيني، والحمد لله زرعنا الكلى وطلعت البنت بصحة جيدة. من سوريا الجريحة يرتفع الأنين وتنطلق الحناجر مبتهلة إلى الله أن ينهي شقاء أهلها الأشقاء. علت أصواتهم في الفضاء وضاع صداها إلا في الكويت. الكويت تلبي بعد الله دعاء المقهورين والعاجزين عن رد الخطر والجوع والبرد والحر والتشرد. سمع الأمير ذو القلب الكبير هذه الأصوات الخافتة فحولها إلى منبر. سمع صوته كل العالم في دولة الكويت، ومن خلال صرخة تحرك ضمير العالم. أطلقها قائد الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بعون الله تعالى أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا. أنا أحب بس أعبر عن بالغ الشكر وعظيم التقدير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، اللي هو الرئيس الفخري لجمعية هلال الأحمر وأيضا قائد الإنسانية، اللي أسهم في دعم مسيرة الجمعية الإنسانية. وفلسطين الصليبة لم تغب مطلقا عن بال جمعية الهلال الأحمر الكويتية، فقامت ورغم الصعوبات والمضايقات الإسرائيلية وفي وسط المخاطر بالتوجه بقوافلها ومساعداتها ومتطوعيها لتساهم في رسم البسمة على الوجوه المحبطة وإبقاء جذوة الأمل مشتعلة في القلوب، لتمنح هؤلاء الصابرين والمرابطين الثقة من جديد بأن لهم أخوة في الدين والوطن الكبير يتألمون لألمهم ويسارعون لتلبية نداء الواجب الإنساني والأخوي، ليبقى المواطن الفلسطيني صامداً وصلباً أمام الظلم والعدوان، ويتأكد أن أخوته في الكويت ينصرونه بالفعل لا بالقول. العمل التطوعي الحقيقة هي يعطيك راحة نفسية ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أشرف المهن ومن أشياء المتميزة فيها الراحة النفسية في العمل التطوعي، عندما تساعد عائلة فقيرة أو مصاب أو جريح أو متوفي أو اللي هو، يعني تعطيك راحة نفسية. وأنا آمل من إخواني وأخواتي في الكويت أن يتجهوا لهذه الجمعية ويتطوعوا لما لها من أهمية في الداخل والخارج.